ظاهره انتشار المخدرات اصبحت ظاهره تضرب العائله العراقيه وتضرب المجتمع العراقي. مع الاسف الشديد يذهب ضحيتها هؤلاء الشباب الذين ليس لديهم عمل. انتشار المخدرات شوفه بالمناطق اللي هي معدمه، بالمناطق اللي تكون فقيره. عافه هي تدمير المجتمع وتدمير الاجيال، ويصبح المجتمع بانه كاس لا يقوى على شيء واتكالي. هناك عقوبات يعني صارمه جدا خصوصا في الدول الاوروبيه ضد الذين يتعاطونه. الحدود مالتك اذا ما تحميها ما تقدر تحمي مواطنيك من المخدرات. أهلا بكم في حصاد الأيام. سرقت أحلام المراهقين وأنهت حياة الطامحين، لا تعرف ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا. تضرم النار في البيوت لتحرق المجتمع بأكمله. من يدخلها إلى الأجساد ويمررها عبر الحدود، من يرعى تجارتها ويدعمها بالنفوذ. هل الخلل أمني أم تقصير تشريعي؟ أم أن الإجابة تكلف أكثر من الجرعة المخدرة؟79 حكم إعدام صدر بحق تجار المخدرات خلال العام 2023 والأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. أما حصيلة الملقى القبض عليهم خلال العام الماضي فقد تجاوزت 12,000 تاجر ومتعاط للمخدرات، 5,000 منهم مدان، صدرت بحقهم أحكام مختلفة. قرابة 4 أطنان من المواد المخدرة المختلفة و15 طنا من المؤثرات العقلية هي الكميات التي تم ضبطها خلال 2023 في مختلف محافظات العراق، وأبرز عمليات الضبط تمت بالتنسيق بين الأجهزة المختصة في بغداد وإقليم كردستان. جهود مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مستمرة في مطاردة والقبض على المتهمين بتجارة المخدرات وتفكيك شبكاتها في العراق، وأغلب هذه العمليات تبنى على معلومات استخبارية دقيقة ولا تخلو من اشتباكات ومواجهات مباشرة يذهب ضحيتها عشرات الشهداء بين صفوف القوات الأمنية. جهود الأجهزة المختصة لا تقتصر على داخل العراق فقط، وآخرها الإعلان عن القبض على 3 تجار مخدرات دوليين يعملون لصالح عصابات داعش الإرهابية بين سوريا والعراق ولبنان. فهل ستكون الجهود المتوفرة كافية لدحر خطر المخدرات أم أن لتجارها كلام آخر؟ إذن مشاهدينا أرحب بحضراتكم مرة أخرى. محور حلقتنا لهذه الليلة راح يكون حول ظاهرة انتشار المخدرات في العراق بين الأسباب والأساليب والعقاب. راح نتحدث بهذا الملف مع الخبير الأمني الأستاذ صفاء الأحسن. رمضان كريم، مرحبا. حياكم الله. رمضان كريم على الجميع. أيضا القانوني الأستاذ علي زمزير، مرحبا بحضرتك. أيضا ينضم معنا المختص في الطب النفسي الدكتور صادق علوش، مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ صفاء. بداية، ظاهرة انتشار المخدرات في العراق وخاصة في الآونة الأخيرة، سؤال يحتاج الإجابة بصراحة بعيدا عن الأجوبة الكلاسيكية، ما هي أسباب الانتشار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ محمد وعلى قناتكم ومشاهديك وضيوفك الكرام. أهلا بحضرتك. حقيقة يعني مو ظاهرة، مو الآونة الأخيرة، احنا نتكلم الآن على يعني مراحل متقدمة بهذا الموضوع. احنا إذا كنا نتكلم في بدايتها فالموضوع يحتاج إلى أنه احنا ابتدأ المخدرات في العراق منذ عام 2011-2010 بشكل قوي، وابتدأ بالصعود، يعني الكيرف الخط البياني ابتدأ بالصعود بشكل سريع جدا. طبعا هذا جاء نتيجة إهمال، جاء نتيجة عدم متابعة، جاء نتيجة سيطرات غير مسيطرة عليه، جاء نتيجة رشا مالية، فساد إداري، حيتان. لكن الآن ابتدأنا بتغيير، يعني حقيقة إذا نتكلم على التقدم اللي حصل خلال ال 360 يوم خلال 12 شهر السابقة، لا ماكو نسبة. يعني احنا إذا نريد نتكلم بشكل أكثر صريح، ف
أعتقد وزير الداخلية السابق كان له يعني أكثر من تصريح إلى أنه نسبة المخدرات بين الشباب وصلت إلى نسب كبيرة جدا، يعني حتى الرقم كان مبالغ به، يعني أتصور فهذا الرقم كان مرعب. وأنا من أتكلم بالشباب، يعني أتكلم على رجال ونساء، يعني شباب وشابات، وهذا الموضوع يعني أصبح وصلت الخطورة به. والدليل إلى أنه إذا تلاحظ خلال السنة السابقة كانت هنالك عمليات قتل وعمليات استهتار بموضوع الإساءة للمواطن بشكل غير منطقي، يعني امرأة تقتل زوجها بالطعنات، نحر طفل، اغتصاب أطفال، نساء يقتلن آبائهم وأمهاتهم، يعني عمليات القتل غير طبيعية. هذه كلها طبعا جاءت نتيجة مخدرات ونتيجة التعاطي. موضوع الانتشار إلى علاقة بالوضع الأمني، احنا اليوم كل ما نتقدم سنة الوضع الأمني ما شاء الله يعني يتحسن، لكن النتيجة عكسية، يعني كل ما نتقدم سنة نشوف انتشار المخدرات أكثر من السنة اللي سبقتها. لا هسه أنا مثلا أعطيك فد معلومة، هو إلى أنه المخدرات، تأثير المخدرات داخل العراق، هسه أنا أتكلم ما لي علاقة خارج العراق، هو تأثيرها أقوى من تأثير داعش حتى تكون بالصورة، يعني والنتائج اللي يعني الأسوأ اللي تحققت نتيجة تعاطي المخدرات كانت تأثيراتها على المجتمع العراقي الأمني أسوأ بكثير. طبعا يعني هذا الموضوع إلى علاقة بال يعني بال بال بالتوجيهات، إلى علاقة بالانتشار الوعي، إلى علاقة بدور العائلة، إلى علاقة بالمدرسة، إلى علاقة بالمجتمع، إلى علاقة بالجانب الديني، إلى علاقة بأمن الجوامع، إلى علاقة بالجانب الأمني. يعني احنا لغاية قبل يعني اكثر من او بحدود السنتين ونص الى ثلاثة كان هنالك قوانين صارمة تجاه المخدرات والتعاطي، وابتدأت المستويات ترتفع إلى أن وصلت إلى مستوى الإعدام. هسه أنا خلي أبشرك وأبشر المواطن العراقي إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام خلال 48 ساعة بأكثر من 79 مروج للمخدرات، يعني يعتبر اللي هو تجار المخدرات. تدري 79 عملية إعدام بهكذا، إذن إحنا بدينا نسيطر على الرؤوس الكبيرة، بدينا أمنياً أنا أتكلم، يعني بغض النظر عنه، وإلا تم يعني الخبر قبل اسبوع الى انه تم مسك 2,000,000 حبه معلوماتي ممكن دكتور ينطي، كانت كريستال او احدى المواد. تدري 1,000,000 حبه هي تدمر 2,000,000 عائله، 2,000,000 حبه تدمر 2,000,000 عائله. احنا نتكلم معناها احنا وصلنا الى اعداد بحدود 8 ملايين الى 7 ملايين نسبه اساءه في هذا المجتمع، رقم كبير جدا. ولهذا عمليات المسك الآن، عمليات مسك الحدود، عمليات جهود الشرطة، جهود وزارة الداخلية. الإجابة اللي أريدها ما أنطتني يا دكتور، بس أرجع لك بعد القناة، أريد إجابة بسبب انتشار وكيف تدخل المخدرات للعراق، كيف تدخل راح توصلك بالتفصيل، أرجع لك عليها. نعم. أستاذ علي رحب بحضرتك مرة أخرى. كيف يتعامل القانون مع جرائم المخدرات وآثار المخدرات؟ هل يتناسب مع حجم انتشار المخدرات؟ العقاب هل كافي حسب ما شرع القانون للحد من انتشار هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع؟ أولا أستاذ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعني خصص ثلاث مواد، اللي هي المادة 27 والمادة 28 والمادة 32. المادة 27 نعطيك إياها كشكل مختصر، المادة 27 هي حكمها إعدام، لأن تتكلم عن استيراد المواد المخدرة من الخارج، مثل ما سمعنا بهواي تصاريح أمنية أنه من الأرجنتين أو من إيران أو من يعني من عدة دول. المادة 28 تكلمت عن الترويج الداخلي، من ناحية الترويج أو النقل أو الزراعة أو الإنتاج بشكل عام. المادة 32 تكلمت عن التعاطي. زين. التعاطي بالقانون يعني مثلا مادة الكريستال ممكن 9 غرامات او 10 غرامات او اقل يعتبر تعاطي، يعني اللي تلزم عنده حباية مال الكريستال. شنو عقوبة المتعاطي وفق القانون؟ عقوبة المتعاطي من سنة إلى 3 سنوات بنص القانون، وكذلك غرامة مالية. عقوبة الاستيراد من الخارج هي الإعدام. والمادة 28 اللي تكلمت عن الترويج الداخلي تتراوح من 10 سنوات او 6-7 سنوات الى المؤبد اللي هو 25 سنه. هذا العلاج اللي اوجده القانون لهذا الموضوع. ولكن هذا العلاج للاسف يعني غير ناجح.
لانه دا تلاحظ انه دا يصير يعني تجاسر او تطاول من قبل البعض. يعني انا كمحامي احتكيت بهاي القضايا بشكل كبير. يعني مع انتشار هذه الظاهره، ما تعتقد اكو تقصير من قبل مجلس النواب العراقي تجاه يعني تشريع قوانين جديده للحد من هذا؟ اليوم ممكن نحتاج الى تشريع قوانين اكثر حدة للسيطرة على هذه الآلة. طبعاً أستاذ، يعني أرجع أقول لك إحنا عندنا مبدأ قانوني أو مبدأ تشريعي يقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. يعني هاي الأحكام كانت بالبداية رادعة، هسا أصبحت أحكام تقدر تقول غير رادعة، يعني نسبة الردع بيها تراجعت شوية. لأن قلت لك إحنا من خلال احتكاكنا بالعمل المبالغ اللي يتم استلامها من قبل المروجين او من قبل التجار مبالغ مغريه جدا، بحيث يعرف يقول لك انا ممكن انحكم في 6-7 سنين. اي يعني تاجر اليوم يبيع 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 وكم عائله يدمر، بعدين ممكن يلزم هاي شو وقت يلزم الله اللي يعلم بيها ينحكم، وبالتالي ينحكم 6 سنوات، ممكن 6 سنوات، ممكن 10 سنوات. فهو من يقيسها يقول لك مو مشكله، ممكن يعني الحكم يجي بعد التمييز، يمكن يجي حكم مخفف وبالتالي يطلع من السجن ويرجع مرة أخرى بكل جسارة، اللي بالقانون اسمه جرائم العودة، يرجع مرتلاخ يمارس نفس النشاط ويمارسه بحدة أكبر من قبل. جيد، خلينا نأخذ رأي الدكتور. دكتور صادق مرحبا بحضرتك مرة أخرى، شنو دوافع الإدمان برأيك دكتور؟ أهلا بك. يعني عادة الإدمان كدوافع يبدي كأسباب نقدر نقول، تبدي مرات من مرحلة المراهقة، أنه شاب هستوى يريد يجرب شيء جديد، فيعرضون عليه مواد مخدرة، حباية أو كريستال هو يجي كتدخين. أسباب ممكن تكون اجتماعية كظروف اجتماعية صعبة، أسباب نفسية مثل أمراض نفسية همينة تخلي يعني مثل الاكتئاب وغيره يلجأ لتجربة مواد اللي تسبب مثل ما نقول شعور فرح ونشاط وهيك شيء. يعني بمختصر بشيء مختصر هي هاي اكثر الدوافع. دكتور الغريب بالموضوع انه موضوع التعاطي ما يقتصر على المتمكن ماديا فقط، الكثير من الفقراء اللي ممكن مثلا يقصر بحق عائلته واطفاله تلقاه يتعاطى بشكل يومي، وموضوع التعاطي مكلف، يعني باليوم يحتاج له يمكن اقل شيء فد 30-40 ألف. مثل ما تعرف انه يعني الحاله الماديه تكون هي سبب الضغوط الاجتماعيه، فممكن تلقى عندهم اكثر من عند الطبقه الغنيه. فيلجا هو من يبدي بيه، من يبدي يجرب ماده مخدره ياخذ مره ورا مره، بعد يصير تركها اصعب. يعني تاثير البيولوجي على الجسم والاعراض الانسحابيه بتركها تخليه اصعب انه يتركها. جيد، شنو مراحل العلاج؟ كيف نتعامل اليوم بالعراق مع خاصة أكو شباب مغرر بهم مرات بداية الطريق لمرة مرتين ثلاثة، وعدد المراكز الصحية المصحات مصحات إعادة التأهيل يتناسب مع حجم المتعاطين داخل العراق برأيك؟ مراحل العلاج هي تبدي، أول مرحلة بالعلاج هي مرحلة إخراج السموم. يعني أول ما يراجع المريض وأول ما يبدي يترك المادة هتظهر عليه أعراض انسحابية. هنا يحتاج ممكن إذا كانت حالة شديدة رقود مستشفى، أو إذا ممكن السيطرة عليها ممكن يتعالج هو بالبيت مراجعة دورية. بعدها بعد أن يخلص هاي المرحلة نستمر يستمر ويانا يعني بالمراجعات، الغرض أنه محافظة على المرحلة اللي وصل لها والثبات عليها ومنع الانتكاسة. بالنسبة للأعداد هي الأعداد حاليا كبيرة، يعني احنا مركز لعلاج الإدمان يعني نقدر نقول انه ممتلئ بشكل كامل، وال يعني اكو مراكز تنفتح بعدة محافظات وايضا بغداد اكثر من مركز، تحاول انه حتى انه نواجه هذا العدد الكبير. يعني دكتور اكو استجابة تجاه هذه المراكز؟ اكو حالات شفاء كثيرة؟ أكو إقبال من قبل المتعاطين على هذه المراكز يتناسب مع حجم المدمنين؟ والله هو الإقبال كبير، يعني إحنا حالياً أنا يعني بالمركز اللي أداوم به مستشفى لعلاج الإدمان الإقبال يعني بشكل كبير، ومثل ما قلت لك إنه ردها ممتلئة، ونسبة الشفاء يعني إحنا يعني ما عندنا إحصائية دقيقة بس النسبة يعني جيدة،
فاكيد اكو نسبه يعني نسبه شفاء طبعا، واكو انتكاسات. الانتكاسه هي تعتبر مو فشل بالعلاج، هي تعتبر هي بالحقيقه من مراحل العلاج. يعني انتكاسه عاده احنا بالعلاج الادمان متوقع انه الانتكاسه. لهذا احنا بهدف علاجنا، هو بالعلاج يشمل علاج دوائي وعلاج تاهيلي نفسي واجتماعي. العلاج التاهيل اللي هو النفسي وال عن طريق الجلسات الفرديه وجلسات الجماعيه، وعندنا يعني باحثين نفسيين واجتماعيين، هي هدفها انه تمنع الانتكاسه. فانتكاسه اذا صارت احنا هم حنتعامل وياها، ما نعتبره هذا فشل بالعلاج. دكتور، منو يقدر يلجا لكم؟ فقط اللي بدايه الطريق بالمراحل الاوليه، لو حتى المدمنين اللي صار لهم فتره طويله يتعاطون؟ الكل يقدر يلجا. يعني هي طبعا الحاله تكون اصعب كل ما كانت المده اطول، بس بالعكس الكل يعني خوما اذا كان يعني صار له فتره طويله ما يلجا لنا اكيد لا، لا يراجعنا. وايضا اكو يعني العلاج يعني مو شيء مستحيل بالنسبه لل صار له فتره طويله. جيد. واذا كان بعده بالبدايه هم انا يفضل انه يراجع، يعني حتى لو اكو قسم ممكن يقدر يترك بوحده، بس هو يعني مراجعه لنا احنا مو شرط يعني تكون يعني نعطي علاج دوائي، ممكن فقط انه جلسات تحفيز علاج نسميها ودعم نفسي واجتماعي تساعده انه بترك الماده اكثر. جيد. استاذ صفاء، نرجع لسالفتنا الاول، شلون تدخل المخدرات للعراق؟ من يحميها؟ شلون توصل؟ شلون تتوزع؟ الخطط المواجهه؟ تفضل. يعني نجاوب على السؤال السابق قبل انتشار المخدرات، لو نجاوب على سؤالك هسه الحالي. لا لا، احنا عندنا تعقيب. لا لا، خلينا نحكي شلون تدخل. شلون تدخل؟ شنو اللي عجبك؟ تفضل. استاذ محمد، احنا الكل يعرف الى ان المخدرات مصادر المخدرات في دخولها الى العراق هي بين المصادر، يعني مو اكثر من مصدرين تدخل به للعراق، اللي هو عن طريق سوريا، عن طريق التهريب الى سوريا، ومن سوريا يدخل الى العراق بناس مهربين طبعا، يعني يوصل لسوريا من جهات عديده، هسه بعدين يعني يوضح لك مصادر المخدرات عالميا، زائدا من جانب الايراني يوصل نسبه المخدرات كثيره. هذه يعني هذه وصول هذه المواد يحتاج الى اذرع كثيره، يعني اولا يحتاج الى اذرع خارجيه لغرض تعامل مع جهات داخليه، يحتاج الى حيتان كبيره، يحتاج الى تجار مخدرات. يعني مبدئيا عندنا هاي المنفذين ذني الرئيسيه عن طريق الانبار، عن طريق جنوب العراق، عن طريق الانبار وعن طريق جنوب. لا لا، مو هو اذا نتكلم كمنافذ، فاحنا عندنا منفذ البصره وعندنا منفذ شلامشه والمنافذ البقيه الاخرى اللي يعني النقاط اللي هي غير رسميه غير مؤشره على الخريطه ما بين العراق وايران كثيره. هذه حتى توصل الى مستوى عن طريق يعني جهه شمال. الاقليم يعني نتكلم عن الشمال. اذا احنا تكلمنا على اكثر من جهه، يعني حتى نستطيع ان نستحوذ على حمايه امن البلد، تدري الموضوع يتعلق ب يعني باذرع خارجيه كما اخبرتك، يعني يتعلق بتجار من الخارج. للعلم يعني كمعلومه بس اعطيك اياها، الى انه انت تعرف الى انه الولايات المتحده الامريكيه هي تبارك بالمخدرات في بلدانها، يعني هسه اتكلم لك على ولايات الامريكيه، كاليفورنيا وسانت ليغو هي من الولايات الامريكيه اللي مو مسموح بس تتعاطى بها في مكات يعني عن طريق المحلات، يعني طب سلام عليكم تشتري، مو بس تأييد، لا تأييد وعرض وبيع وماكو اعتراض، يعني تجارتها والتعامل بها وتعاطيها مسموح كليا على مستوى المحلات، مو موضوع سري. اذا انت لو تشوف الى انه مصدر دخول الحشيشه والمخدرات هو كان يعني ابتداء من دخول الولايات المتحده الامريكيه، زائدا داعش كان له تاثير كبير، نبدي نشوف شلون وصلت امنيا الى ايدي المتعاطين. طبعا يعني داعش كان له تاثير كبير لانه هو احدى الجهات اللي كانت تمول العراق بماده الكريستال والمواد المخدره، زائدا الضعف الحاله الماليه اللي وصلت بها البلد، الكل يعرف الى انه خاصه نتكلم على اغذيه ونواحي هي ماليا يعني ماديا ضعيفه جدا، زائدا عمليات التسكع في الشوارع يعني ورواد المقاهي وعدم وجود يعني اعمال لهذا الشبان. ولهذا في وقت احنا اذا تذكر ناقشنا يمكن ويا حضرتك او من قناتكم المباركه موضوع الخدمه العسكريه الالزاميه وضروره حتميتها حتى نبتعد عن هذا الموضوع. تداولها سهل صاير ببغداد وغير محافظات جدا سهل. شنو سهل؟
أنا حكيت لك قبل شوية يعني خلال الأسبوع الفات إحنا ماسكين مليونين حبة كريستال داخل البلد، دخلت البلد تدري من تدخل هيج كميات، معناها أكو ناس من برا تساعد وأكو ناس من داخل العراق تعمل، زائدا تعاون حتى على مستوى الحدود. يعني هسه أنا ما أريد أطعن بحرس الحدود، ولكن هي إذا تدخل هسه إذا كانت بشكل يعني عن طريق النقاط الحدودية الرسمية أو عدم أو غير رسمية، هي إذا تدخل للحدود هاي معناها إنه أكو عندنا خلل في هذه النقطة بالذات. اللي دا يحدث الآن هو إلى أنه وزارة الداخلية ابتدأت بالتعاون أكثر. أولاً المادة 40، هي المادة 40 أعتقد يعني السيد المحامي القانوني يعرف أنه هي صارت بدون ما بها أي حساب. زائداً النقطة الأهم إلى أنه الشرطة المجتمعية ابتدأت تتعاون مع المواطن في إيصاله إلى مراكز التدريب أو عفواً مراكز التأهيل لغرض الإنهاء من هذا الموضوع. شوف هذه نقطة جديدة يعني. نعم. عميد نبراس جماعة الشرطة المجتمعية ابتدأوا بمحاولات وإعلام وإيصالها إلى المواطن ومعرفة الجهات أو الشخص اللي يتعاطى المخدرات ويأخذوه بموافقة أهله، بعد موافقة أهله بالتعاون يوصلوا إلى مراكز التأهيل. إذن إحنا ابتدأنا يعني الخط البياني ابتدأ بالنزول كليا نتيجة هذه العمليات، زائدا يعني عمليات المسك و الموضوع الإعدام والسجن المؤبد. تدري هذه ما كانت أصلا، يعني كان التاجر يدخل يدخل مواد ويطلع مواد ويدخلها بغير اسم ويدخلها على أساس تجارة مواد احتياطية سيارات، وتطلع مواد كبسلة وحبوب. هذه كل ما تزداد الإجراءات الأمنية، كل ما يكون حصر بهذا الموضوع أكثر، كل ما تكون فاعلية المخابرات والجهات الاستخبارية بهذه النقطة بالذات طبعا يقل هذا الموضوع كليا. وإلا إحنا يا ستار يا ستار كنا يعني ماشيين في طريق. أكو جهات ترعى هذا الملف أو ربما الهيد بدعم هذا الملف؟ منو؟ أكو جهات سياسية ربما تدعم هذا الملف؟ أستاذ محمد نتكلم بكل شفافية، لا تصدق مواد مخدرة تصل إلى حدود 4 مليون حبة 2 مليون حبة إذا ما يكون وراها جهات سياسية كبيرة. أنت لا أنت ما تقدر 10 حبوب تطبب، لا أنت ولا أني. طبعا يعني طبعا جهات يعني كانت مسؤولة أمنيا وكانت مسؤولة عسكريا وكانت برتب عالية وكانت بمناصب عالية. طبعا يعني هذا الموضوع احنا يعني خلي اشرح لك اياها. اغنى رجل في العالم يقول الى انه اكثر يعني اكثر عملين تجاريين لديهما سرعة في في كثرة الاموال او وصول الى اموال عالية هو التجار بالمخدرات والسلاح. والحمد لله احنا اثنيناتنا ماشيات بركة. على بركة. زين اليوم التاجر اذا يريد يعني بسهوله ينقل بضاعته اكيد يشوف الطرق الاسهل اليه، المنافذ الغير رسميه ربما يستخدمها. اليوم عندنا بالاقليم منافذ غير رسميه كثيره. زين ايش قد نسبه المواد اللي تدخل عن طريق هذه المنافذ؟ يعني ايش قد نسبه مساهمه دخول هذه الممنوعات عن طريق المنافذ الغير رسميه الموجوده باقليم كردستان؟ هو احنا نتكلم على منافذ على جهات توصل المواد المخدره للعراق. هسه الاقليم يعني حسب الاجتماعات الامنيه الاخيره مع الاقليم يعني ما بين السيد الياور والبيشمرقه والمؤسسه الامنيه العراقيه الى انه كانت هنالك نقاط مشتركه، نقاط سيطره حدود مشتركه لغرض حمايه البلد. احنا مو نتكلم بس على المخدرات استاذ محمد، المخدرات مشكله، السلاح مشكلة، تجارة السلاح مشكلة، تجارة الممنوعات مشكلة، عمليات التهريب مشكلة. تدري الموضوع يعني كثير. إذا من يحصر هذا الموضوع بشكل حقيقي؟ زائدا شوف هسه إذا تلاحظ خلال الستين يوم السابقة كان هنالك افتتاح لأكثر من قاطع من القواطع في عمليات مسك الحدود، إن كانت على مستوى أسلاك شائكة يعني معرقلات، وان كانت على مستوى صبات كونكريتيه من جانب الايراني ومن الجانب السوري. نعم. هذه كلها خطوات هي حتى تعيق عمليات التهريب. هسه نتكلم كريستال، نتكلم غير مواد، نتكلم سلاح، نتكلم تهريب، او نتكلم نعم. ارهاب كثرا يعني مو بس ضاعت علينا ان شاء الله ما تضيع. لا لا الخطوات اللي دا تصير الان وزاره الداخليه حقيقه خطوات كفؤه جدا. دوله رئيس الوزراء مصر على أن يكون عام 2024 هو عام انتهاء من إن شاء الله المواد المخدرة وإدخالها العراق، وهنالك كثير من القرارات اللي تحدث الآن، وهنالك إصرار بهذا الموضوع ومتابعة شخصية من قبل دولة رئيس الوزراء كونه قائد العام القوات المسلحة ووزارة الداخلية. نعم. أستاذ علي، هنالك تجار مخدرات دوليين، يعني كيف يتم إلقاء القبض عليهم بالتنسيق مع بعض الدول اللي متواجدين هم بيها؟
هل بالتنسيق مع تلك الدول او عن طريق الانتربول؟ شنو الآلية للقبض على هؤلاء المصدرين؟ يعني نتحدث عن تجار كبار. والله استاذ انا اقدر اجاوبك على الآلية المحلية، اما الآلية الدولية هي مسألة تتعلق بالدولة عموما طبعا، واكيد بالتعاون مع الانتربول. الانتربول الدولي اكيد له دور رئيسي. انا احد الموكلين بصراحة طريقة إلقاء القبض عليه من حجالي إياها هو طبعا اللزم بالبصرة. زين. فاتصل بي شخص يعني قريب إليه، قال لي أستاذ أنا فلان اللزم وما أدري شنو، أنا قبلها بسنة طلعت إفراج من تعاطي، لأنه فعلا هو من تعاطى كان يعني بين قوسين مضحوك عليه، لأن هو الولد حتى أمي لا يقرأ ولا يكتب، طوه إياه بشكل مسكن للآلام لأنه يشتغل حداد. فطوه اياه بشكل مسكن تعاطاها واتضح بعدين انه مخدرات، سلم نفسه لابن الرشود وتعافى من هالامور. فالقاضي شاف انه هذا الشخص ممكن ان يعاد تاهيله اطلق صراحه. جيد. ورا فتره الولد هذا مساله التعاطي تمسح خلايا المخ، يعني تحوله من انسان واعي الى مجنون، فاصبح الولد تقريبا مجنون. المهم فمن شرح لي طريقه القاء القبض عليه. جيد. من رحت لاني طبعا بالتوقيف بصراحه يعني انا بداخلي فرحت انه احنا عندنا الجهد الامني والجهد الاستخباراتي بهذا المستوى العالي، يعني مراقبينه بالضبط من اللحظه اللي طلع بيها من بيته من بغداد. زين. راح للنجف استلم الشحنه، استلمها من النجف، استلم الشحنه من النجف ويا مرة كانت طبعا من النجف انطلق الى البصره للقرنه، وبالقرنه هناك اللزم. من شرح لي الشخص يعني اللي اتصل من البصره من النجف للبصره. اي هاي المسافه كلها بغداد نجف بصره. من شرح لي الاليه اتضح انه اللي متصل بي واللي منسق وياه واللي قايل له جيب هاي الشحنه ومجموعه اتصالات صايره، هذا الشخص المتصل بي طبعا مو شخص واحد، يمكن ثلاث اشخاص. زين. هذول كلهم مصادر بوزاره الداخليه. كلهم ذولا اصلا يشتغلون بوزاره الداخليه. وزارة الداخلية مجندتهم لهذا الموضوع. فالموضوع بتنسيق جدا عالي تم إلقاء القبض عليه. طبعا هو لزمه عدة 740 غرام، يعني تقريبا كيلو، يعني أنا بعيني من شفت الكمية كمية مرعبة، وياها حبوب هي تعتبر مالت صرع، بس من تنوخذ بكميات عالية هي تصير حالها حال الكريستال. فملزومة عدة كرتونة، يعني كرتونة كبيرة. الجهد الاستخباراتي بصراحة من شفته بهاي العملية، الجهد المحلي دا أحكي لك، كان جهد جدا عالي وجدا محترم. وطبعا هو الموضوع بتطور بالنسبه للامن الوطني، بالنسبه لوزاره الداخليه. شنو كان حكمه بما انه اخذنا قصته؟ والله بعد انا ما كملت الدعوه، بس هي عاده التجاره احنا بالعرف القانوني يعني كمحامين اكو تجاره داخليه واكو تجاره دوليه. التجاره الدوليه على الماده 27 اعدام، ما بها مجال. انا هم عندي شخص على تجاره دوليه انحكم اعدام. التجارة الداخلية لا، حكمها أخف. يعني أنا أتوقع أنه هذا الحكم لفد 10 سنين أو أقل بشوية. زين. شلون يتعامل القانون مع الشخص اللي يريد يترك الإدمان، أنه يريد يتوجه للمراكز الصحية ويقول يا أباني مدمن وأريد أخلص من هذا الموضوع، كيف يعامل القانون؟ ممكن الناس اليوم تخاف، يقول لك أنا أروح أقول أنا مدمن، خاف أروح أنسجن أو أخاف مثلا حتى الفضيحة بين أقاربي وغيره. أحكي لك حادثة، هاي الحادثة احكي لك اياها من خلالها راح تعرف احنا قضاءنا شلون دا يشتغل بها طريقة. هذا الشخص قلت لك عليه اللي تعاطى ضحكوا عليه بين قوسين. تم القاء القبض عليه وبجيبه حباية اللي حكيت لك عليها قبل شوية، 9 غرامات او 10 غرامات تعتبر تعاطي. من اللزم طلع مكفل، طلع بكفالة. اثناء فترة الكفالة اللي هي 2 3 شهور راح من تلقاء ذاته عائلته سلمته المستشفى ابن الرشود. زين. خلال هاي الفتره مثل ما حكى الدكتور قبل شويه، طبعا بالجهد الصحي والمستشفى والمتابعه وهالامور سلمونا تقارير صحيه تؤكد انه هذا الشخص دم نظيف تماما من المخدرات. من صار يوم المحاكمه مالته دخل للقاضي، طبعا قضاءتنا كفؤين جدا، يعني بنظره واحده بس يباوع عليك يعرف انت يعني كانه ما سونار. فمن حكى وياه الولد امي ما يقرا ويكتب، التقارير الطبية أثبتت أنه نظيفة. هو بعد ما سلم نفسه دمه أصبح نظيف.
طبيعة العمل مالته من شرحناها للسيد القاضي قلنا الأستاذ انه هذا طبيعة عمله هذا على اساس مسكن هذا بالنسبة للملزوم وعنده محاكمة. لا اليوم شخص يقول لك انا لحد الان ما ملزوم اروح اسلم نفسي اتعاقب وانا خل اكمل لك الفكرة حتى تعرف من خلالها. احنا بصراحة كنا متوقعين ينحكم وكنا متوقعين غرامة. القاضي من شافه هو من تلقاء نفسه يريد يأهل نفسه من جديد وسلم نفسه من هالامور افرج عنه حتى بدون غرامة. فهاي يعني تقدر تعتبرها رسالة للي دا يتعاطون هسه انه اللي يسلم نفسه من تلقاء ذاته واللي يسلم نفسه للمراكز الصحية واللي هو مؤمن بداخله انه من الممكن ان يعاد تأهيله واطلاقه مرة اخرى الى المجتمع، القضاء دا يتعامل وياه برحمة ودا ينطون يعني جاي يصير احكام مخففة، مو مثل يعني قلت لك اكو جرائم العودة مثلا. نعم. هذا اللي يلزم ويطلق صراحة ويرجع مرتلاخ ارجع هذا حكمه يكون قوي تفاصيلها. نعم دكتور، اليوم اكو نوعيات مخدرة يعني سبب ادمان من اول استخدام، يعني اليوم الشخص اول مرة يجربها للتجربة خلاص ادمن ما يقدر بعد يعوفها. شنو هاي النوعيات؟ هاي المواد المخدرة اسعارها شنو؟ يعني تدري كل يوم انه جاي تطلع نوعيه جديده بالشارع والكثير، شنو ابرز هاي النوعيات اللي الشباب يستخدموها المدمنين؟ تفضل. طبعا الماده كل ما كانت تاثيرها ومفعولها قوي يكون الادمان عليها اسرع، يعني هو من ياخذها اول مره يعني هي ما حيصير مدمن من اول مره، بس المفعول مالتها تخليه يريد يستعملها بعد، فيظل يستعمل فتره ورا فتره، فبعدين تأثيرها بالجسم يقل ويضطر انه يزيد الجرعة حتى يوصل نفس المفعول ويستمر هيك الى ان يدخل يعني باضطراب نسميه استخدام المواد، يعني اللي هو سابقا كان يسموه ادمان، حاليا احنا نسميه يعني بالطب النفسي يسمى اضطراب استخدام المواد. من المواد اللي خصوصا هي الموجودة عندنا هي مادة الكريستال الامفيتامين ومشتقاته. ليش الإقبال على الكريستال أكثر؟ يعني سعرها أرخص أكثر، لو مثلاً الشيء اللي تنطيه التأثير اللي تأثر على الجسم يختلف؟ هو غالباً تأثير، السعر ما أعتقد أنه رخيص، يعني ما أعرف إيش قد بالضبط بس أكيد هو مو رخيص، بس التأثير مثل ما ذكرت الكريستال يعتبر تأثير منشط على الجسم، يعني اللي يأخذه يعني هو ده يأخذ الهدف مرات أنه مثلاً عنده فد شغل يريد يستمر يشتغل مثلا حتى يجوز ما ينام او هيك شيء، فتلقيه ياخذ هاي الماده لانه هي ماده كريستال واللي موجود منها حبوب اللي هي 0.1 او يسمى كبتاغون تخلي الشخص انه مرات ايام ما ينام، يعني اي على على حد أيام. على حد علمي انه يبقى مثلا ممكن 3 ايام 4-5 بدون نوم. زين نفس هاي الماده ممكن تتعاطاها البنات، يعني هم تجيكم حالات مثلا من بنات يتعاطن هذه الماده؟ وش قد يعني نسبتها؟ يعني حالات البنات قليله بس تجي طبعا اكو، وهم هاي الماده هم هذه قليله يمكن باقبالهم على المراكز الصحيه، لكن ممكن هذا الشيء يعني ممكن انه الاقبال من قبل بنات اقل بسبب يعني اسباب اجتماعيه، بس يعني احنا بمركزنا اللي نشوفه الاغلب اللي راجعونا هم من الرجال يعني. جيد مشاهدينا راح نبقى وياكم في محور حلقتنا لهذا اليوم، ولكن نكمل النقاش بعد الاطلاع على هذا التقرير. تفاقم انتشار المخدرات وارتفاع نسبة التعاطي والإدمان بين الشباب بات أخطر من أي وقت سبق، رغم ازدياد أعداد الملقى القبض عليهما سواء تجار أو متعاطين، وتعود أسباب انتشارها إلى غياب الحلول التي تعالج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقلة الوعي في المدارس والجامعات والمنصات الدينية والثقافية. يعني بداية هي البطالة واحد من الأسباب المهمة لتفشي الإدمان على المخدرات، الجهد الأمني يعني يعمل على تقويض هذه الظاهرة، ولكن أيضا هناك خلل في عملية التوعية من مخاطر المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، هذه نقطة أساسية ومهمة في عملية التحذير من مخاطر الإدمان على المخدرات. تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك حسب مختصين، نسب التعاطي والإدمان وصلت مراحل غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع،
وبين الحين والآخر وزارة الصحة تعلن افتتاح مراكز جديدة لمعالجة المتعاطين في المحافظات، إلا إنها تشكو من تدني مستوى الإقبال عليها لأسباب: الخوف من المساءلة القانونية والتحفظ الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب حسم ملف المنافذ الحدودية للحد من تهريبها. الحقيقة يعني العراق بلد مستهدف من قبل المحتل الأمريكي، يعني ما يقبل شيء، هذا أولا. اثنين، حتى دول الجوار كلها دول طامعة بالعراق. بالنسبة للمعالجة، المعالجة يجب أن تكون ضمن دراسات تجريها مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وأكاديمية الجامعة ووزارة الصحة والجهاز الأمني، كله يستنفر، لأن هذا هاي المخدرات هي لتدمير هذا الشعب. رغم الجهود الحكومية المتواصلة استفحال ظاهرة تجارة المخدرات في العراق بين الشباب بنسبة تصل إلى 70%، خصوصا في المناطق والأحياء الفقيرة التي تنتشر فيها البطالة. من بغداد شبان سامي، الأيام الفضائية. إذن نرحب حضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونعود لتكملة هذا الملف. أستاذ صفاء، خلينا نتكلم عن مكافحة الجهات المختصة بمكافحة المخدرات، وزارة الداخلية المعنية، الأمن الوطني. اليوم أغلب الجهات المختصة لمكافحة هذا الموضوع نشوفها يعني دورهم بارز، لكن هل نحتاج إلى أمور إضافية ربما مع تتناسب مع الحجم الكبير والهائل من انتشار هذه المادة؟ يعني استاذ محمد، اولا هسه احنا خلينا نتكلم بشكل رسمي، ولكن يعني وزاره الداخليه هي عارفه جيدا السياسه اللي يجب ان تستخدم بهذا الموضوع بالذات حتى ننهي هذا الموضوع. طبعا الموضوع لا يمكن ان تنهي وزاره الداخليه بمفردها، اجراءات امنيه، متابعه، موضوع استخباري، اذا لزموا عندك اخذوك للسجن، حاكموك. هي الموضوع اكبر من هذا بكثير، يعني الموضوع يدخل بالعائله، يتدخل بالفساد الاجتماعي، يتدخل بأصدقاء سوء، يتدخل بنسبة الكافيهات. هسه احنا نتكلم أنا وسيد المحامي، لأنه في منطقة تمريد نسميها، هي مناطق من مناطق بغداد المشهورة، واضحات إن منطقة متوفرة يعني بها كثرة، والكرادة متوفرة بها، هي واحدة بالكرخة واحدة بالرصافة. لا، أنا أضمن لك المناطق الشعبية موجود بها مواد المخدرة أكثر، أنا أضمن هذا الموضوع. هسه احنا إذا تكلمنا على مدينة يعني مدينة الصدر، أو تكلمنا على الشعلة، أو تكلمنا على المناطق، كل مناطق المكتظة تكون بها نسبة انتشار عالية. ليش؟ لأسباب كثيرة. أولا كثافة سكانية كثيرة، يعني زائدا نسبة بطالة عالية جدا، زائدا نسبة الكافيهات والمواقع اللي يتواجدون بها الشباب والأرقيلة، يمكن حتى بالأرقيلة يستخدموها، زائدا يعني الابتعاد عن الأسرة. سواء غير المفروض احنا نبدي يعني نبدي من المتعاطي بالأسرة، ولا انت اذا اسرته ما متابعته وما تدري بيه شلون انت راح. زين ليش يستخدموها بالنرجيله وهي غاليه مثلا؟ يمكن غرامها ما اعرف بيش. هسه انا عندي معلومه، ممكن يعني معلومه خاصه، بس اي بس المعلومه طلعت يعني كثير، انا يعني اعرف وطيت اسماء بهذا الموضوع، كثير من صالونات الحلاقه حتى على مستوى الصالونات النسائيه، الى انه يعطون ارجيله كانوا حتى تكون ملذة بالنسبة للزبونة، وبالتالي مستقبلا من تستخدم غير أرجيلة بأي مكان آخر عام ما راح تستلذها بقدر ما ذيك الأرجيلة وترجع عليها. وهذه حدثت كثير هذه الحالة، وتم الإساءة إلى كثير من النساء، وتم مقاضاتهن، وتم يعني استغلال هذه النقطة بالذات، لأنه يبدي يستغلها، تبدي تبيع، تشتري من عنده ويصير تبيع ذهبها، وكثير من التفاصيل. يعني ما أريد ندخل بالتفاصيل الدقيقة، ولكن هذه كلها توبعت. نرجع على الإجراءات يعني الأمنية، وزارة الداخلية والقوات المعنية اليوم تلزم المتعاطي من خلال سيطرة مشتركة، غيرها وتجيبه خلص وخلوه بالسجن ونحال للمحكمة. اليوم المتعاطي لما يقول خلص أنا خلى لازم، ممكن أطلع كفالة، ممكن 3 أشهر 6 أشهر سنة، هالموضوع بسيط. نحتاج إلى
يعني أنه نعدل من موضوع العقوبات، نقوي العقوبات، نشدد العقوبات بهذا الملف حتى يكون رادع. يعني اليوم لما يتعاطى واحد يفكر أنه أنا إذا لزمت بأي سيطرة ممكن أن أحكم مثلا 5 سنوات على التعاطي، ممكن يبعد يعني الشباب. تقول حضرتك صحيح، بس هو وزارة الداخلية الآن أو الجهات الأمنية، سأنا أتكلم من الجهة الأمنية، تشتغل على مرحلتين. يعني أول شيء تشتغل على الرؤوس، يعني على التجار المخدرات اللي هم الرئيسيين، وتشتغل على القواعد اللي هي دا توزع المواد المخدرة على مستوى حباية حبايتين 10 حبوب، هو اللي دا يوزع هذا الموضوع. تدري أنت من توصل إلى هالمستوى، هذه الأيدي اللي هي توصل إلى 4 حبوب 5 حبوب، هي عابرة مراحل كثيرة. يعني جاية من الرأس الكبير المستورد، والمستورد دخلها، والله اللي يعلم ايش قد منطي رشاوي. مو هو المشكلة أنه اليوم اللي يتعاطى يمشي أموره شهر شهرين، يشتري من جيبه الخاص 3 أشهر، بعدين راح يبدي تاجر الصديقة اللي بصفة، وبالتالي من تاجر صغير إلى تاجر كبير. كلهم هالشكل. هو من يندل الدرب، هو متعاطي يندل الدرب، هو منو اللي يتعاطى؟ خو مو حضرتك واني هسه احنا نوم شبعانين. لا والله، يعني شو وقت نتعاطى؟ شو وقت اللي حق نتعاطى؟ هو يتعاطى لأنه هو قاعد 24 ساعة لا شغل لا عمل، وأول يوم استغلها وثاني يوم حتى يتعاطى يحتاج إلى أنه مبالغ، وقام باق من أهله أول مرة وراه يبوق من الشارع وراه يقتل يبوق، وتتعقد الأمور. هو هي يعني فتسلسلة طويلة جدا، يعني جدا طويلة. من يبدي يبيع يطلع بالضبط، آخر شيء تصير عمليات قتل انتهاء. يعني هذا الموضوع خطر. أستاذ علي، أكو بعض الصيدليات يبيعون هذه الحبوب المخدرة حتى هي استخدامها ممكن طبي، بس إذا واحد يستخدمها بأكثر من حباية بالتالي تصبح حالها حال المخدرات. نعم. شلون يتعامل القانون مع هؤلاء أصحاب الصيدليات اللي يبيعوها لأي كان، أو عندهم مثلا زبائن متفقين وياهم؟ وصارت كثير من هذه الحالات، وحتى الجهات الصحية الرقابية أو الجهات الأمنية لزمتهم. شلون يتعامل القانون مع هؤلاء؟ القانون يتعامل ويا صاحب الصيدلية على اعتباره مروج، أو على اعتباره تاجر، أو على اعتباره منتج لهاي المادة، وبالتالي يعني عقوبته حالة حال تاجر المخدرات. حال التاجر طبعا، لأنه هو لقوا بحياسته كمية جدا كبيرة. إذا كان بدون وصفة العفو. لا لا، دا يحكي على أنه هاي المواد من دا يبيعها بقصد التجارة. أي مو أكو مواد نفس المواد المتخدرة هي بوصفات طبية. لا هذا ما يحاسب عليه. اللي يبيعها اللي عنده زبائن مستمرين نعرف انه هذا استخدامه. بالضبط. وبعدين هذا جهد استخباري جنابك، يعني اكو جهد استخباري المتابعه للصيدليات ومتابعه للي يتعاطى. يعني انت نوبات احنا بالشارع مثلا نمشي بتاكسي وعلى غفله تلقى سيطره صارت النصبه تقول لك اطبق على صفحه. صح. وتلزم ويعني فد مساله يعني جدا، يعني اكو جهد استخباري. ايه. عالي. على غفله تلقى طبقه سياره، انت انزل كأنه ما يقرون وجوه ويعرفون هذا الشخص أنه شايل بجيبه. أكو جهد استخباري من نقطة لنقطة لحد ما يوصلون لهذا الشخص. أرجع جنابك على مسألة الصيدليات. زين. الصيدليات الطبيعية والعادية من تروح له على أي دواء، هذا الدواء إذا يتم استهلاكه بكميات معينة يتحول إلى مادة مخدرة، مستحيل يعطيك إياه بدون وصفة طبية. وهاي الوصفات الطبيه طبعا راشيتات يضمها يما اول باول، وتجي الجهات الرقابيه تتابعه انت ايش قد صرفت، ايش قد بعت، ايش قد وديت. الصيدليات اللي انت تتكلم عنها اللي يعني دا يتعاملون بهذا الموضوع. استاذ علي، اذا تسمح لي انضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم وزاره الداخليه العميد مقداد الموسوي. سياده العميد، مرحبا بحضرتك ورمضان كريم. اهلا ومرحبا، رمضان مبارك، الله يبارك فيك. اهلا بحضرتك. جهودكم كبيرة واضحة في عمليات القبض على التجار، على المتعاطين، المروجين. سيادة العميد، تتحدث لنا عن الأرقام الأخيرة، الإحصائيات الأخيرة عن اللي قدرتوا تلقون القبض عليهم، اللي يتعاطون وحتى اللي يروجون ويتاجرون بهذه المواد. تفضل. نعم، بالحقيقة احنا يعني في عام 2023 كان أداء المديرية العامة لمكافحة المخدرات أداء مثالي، تفوق على جميع السنوات السابقة، بالتالي حققنا نجاح كبير. في عام 2024 السيد وزير الداخلية يعني كما أشار يجب الحفاظ على النجاح وديمومته أيضا. بالتالي في الفصل الأول من عام 2024 تمكنا من ضبط نصف طن إلى هذه اللحظة، أكثر من نصف طن من المخدرات، وما يقارب 9 طن من المؤثرات العقلية. ألقينا القبض على 1493 متهم إلى هذه اللحظة.
بينهم تجار ايضا صدرت احكام بحق 79 متهم من العام الماضي وهذا العام بالاعدام، وصدرت احكام بالسجن المؤبد. ايضا ضبطنا يعني اسلحه وضبطنا عجلات كثيره ولا زالت الحمله مستمره. ما يميز العمل في المديريه العامه لمكافحه المخدرات خلال هذا العام فككنا 121 شبكه محليه ودوليه. بين هذه الشبكات 13 شبكه دوليه. يوم امس كان واجب متميز جدا للمديريه العامه لمكافحه المخدرات في كركوك بالتعاون طبعا مع الاخوان في اليمانيه، تم القاء القبض على 3 اشخاص بتجاره المخدرات الدوليه وضبط 12 كيلو جرام. كانت شبكه كبيره استمرت عمليه المتابعه لاكثر من شهر، وبالتالي يوم امس تم التنفيذ وتم القاء القبض على هذه الشبكه. نعم، المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي يشكرك جزيل الشكر، شكرا لحضرتك. إذا دكتور أعود لحضرتك، يعني أبرز الحالات اللي تحدثنا عنها داخل المراكز الصحية، كم تحتاج من الوقت الحالة اللي مثلا هذا مبتدئ أو صار له مثلا أشهر يتعاطى، كم يحتاج من الوقت للعلاج داخل المراكز الصحية بالتالي حتى نقول عنه اكتسب الشفاء الكامل وممكن يمارس حياته بشكل طبيعي؟ احنا يعني بالبدايه يعني ما نذكر كلمه الشفاء التام، لانه هي التعاطي والادمان او الانتكاسه يعني ما متوقع باي وقت يعني. بس احنا كبرنامج مخلين يعني برنامج مكثف بالعلاج اول 3 اشهر، بعدين ثاني 3 اشهر يكون يعني نخفف شويه، بس هو البرنامج اللي مخليه احنا مستمر سنه كامله. اول 3 اشهر هي تكون مكثفه اكثر بالمراجعات. زين، خلال هذه الفتره المتعاطي لازم يكون يعني باقي بهذه المراكز تماما؟ لو يقدر مثلا يمارس حياته، عمله، يروح ويرجع، لو لازم يبقى حسب شده الحاله، بس خلال تقريبا اول شهر هو يكون راقد، بعدها ممكن مراجعات اسبوعيه. يعني احنا البرنامج هو انه اول 3 اسابيع شهر يكون راقد بمركزنا، بعدها البرنامج نكمل وياه مراجعات اسبوعيه لمده تقريبا 6 اشهر. جيد، دكتور ب 30 ثانيه نصيحتك للمدمنين. يعني انصح انه كل شخص يتعاطى اي ماده كانت، سواء مثل مواد الكريستال او مواد اللي هي علاجيه بس تسبب ادمان، انه يراجع اقرب مركز لعلاج الادمان او يعني اقرب طبيب نفسي حتى يتخلص من هاي الماده، لانه هي تاثيرها بالنتيجه النهائيه وتاثير سيء سواء على صحته البدنيه او الصحه النفسيه او العلاقات الاجتماعيه. جيد، المختص في الطب النفسي الدكتور صادق علوش اشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لجنابك، وايضا شكرا الخبير الامني الاستاذ صفاء الاعسم، شكرا جزيلا لحضرتك، والقانوني الاستاذ علي زمزير، شكرا لجنابك ولانضمامك معنا. إذن مشاهدينا قبل لا ننتقل لموجزنا الخبري مثل كل يوم، خلونا نشوف أبرز التغريدات في منصة إكس حول قضية نور زهير اللي عادت إلى الواجهة بعد تصريح رئيس هيئة النزاهة بمحاكمته قريبا. شكرا جزيلا يا we'll be right back.
إذن مشاهدينا كالمعتاد ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. وزير الصحة يؤكد أن الحكومة ماضية بتسريع إنجاز المشاريع الصحية والمتلكئة وافتتاحها. قائد عمليات بغداد يعلن المضي بنصب كاميرات في جميع مناطق العاصمة تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة. النزاهة تحبط محاولة استيلاء على عقار بقيمة 62 مليار دينار في كربلاء المقدسة. وزير الداخلية يوجه بحجز الدراجات النارية التي لا تلتزم بالإشارة الضوئية 30 يوماً. وزارة الهجرة تعلن المباشرة بتوزيع 4 ملايين دينار لكل أسرة عائدة حديثاً إلى قضاء سنجار. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد هذه الليلة، شكراً لكرم المتابعة وإلى اللقاء.